كما العادة، تحية مجددة لكل المتتبعات والمتتبعين ديال هذه القناة. هذه مرحبا بكم. قبل ما نبدا في هذا الفيديو هذا، تنتمنى رمضان مبروك وسعيد لكافة المسلمات والمسلمين الأحرار، منهم اللي عندهم غيرة على الوطن ديالهم، والمسلمات والمسلمين اللي عندهم عقل منفتح واللي عندهم قلب متسامح وناس مسالمين. طبيعة الحال لن أشجع وما غادي نباركش للناس اللي تيدعوا للشوفينية ولا العنف ولا تحت أي لون من الألوان، سواء العرقي من ولا الديني ولا إلى آخره، ما تنشجعش هادشي. إذا تنتمنى هذا رمضان هذا يكون مناسبة أخرى باش تواصلوا المواطنين ديالنا في المغرب، وعوض ما يدوزوا ذاك الليل يهضروا على الكرة ولا تيهضروا على يتصنتوا الخطب اللي مكتوبة في الديوان الملكي، باش تزيد تكلخ الناس وباش تزيد تسهل المأمورية ديالنا بهم. يناقشوا بيناتهم مواضيع اللي هي تتخص الوطن، ومواضيع اللي تتخص حياتهم، وكيفاش يحروا انفسهم من هذا الاستعمار المخزني اللي اقسى من الاستعمار الاجنبي، ويناقشوا الافكار اللي ربما تتطرح في السوشيال ميديا بكل اشكالها اللي هي تهديف الى تحرير الوطن. اذا تنتمناكم بخير وعلى خير، وتنتمنى الصيام ديالكم يكون صيام سهل ماشي صعيب، رغم على انه ما كاينش صيام سهل، ولكن طالما الناس اللي تيديروها اقتناع راهم قادين يديروها. وطلب اخر هو انه الانسان ملي يصوم لنفسه، ماشي يصوم للناس، ماشي يخرج لبرا الزنقه يبغي يبين راسو زعما راه صايم ومنرفز تيضارب مع كل شيء وتيشتف على كل شيء، او لا هذاك اللي هو صايم وحاضر حومة كلها زعما شكون اللي فيها صايم. الانسان اذا كان مقتنع بشي حاجه فتيديرها لنفسه، الانسان الا غيصوم غيصوم لنفسه، ماشي غيصوم حيت الناس حداه تيصوموا ولا غيفطر العكس حيت الناس حداه تيفطروا، راه كلها قناعاته وكلها كما تنقولوا في مثال الشعباوي المعروف، كل شتى تتعلق من كرهها. ف صيامكم نتمنى لكم صيام سهل، ونتمنى لكم شهر مبارك ومليء بالسعاده والصحه والعافيه. واخا غلاو هاد الاثمنه الغذائيه فيما تجي رمضان تيستغلوا الشعب المغربي وتيغليو عليه الاثمنه، ولكن هذه مسؤوليه الشعب اللي خصو يتصدى لهاد الامور، هذا ما خصوش يخلي هاد الامور تدوز. النقطة الثانية كذلك هي تنطلب من الأخوات والإخوان في الولايات المتحدة الأمريكية اللي تتابعوا هذه القناة، سواء اللي تتفقوا معايا ولا اللي ما تتفقوش معايا ما تهمش، لأنها مسألة إنسانية، وهي غنحط حدايا هذا الرابط اللي في هذا الشكل هذا الصورة، ونحطه من بعد في لا ديسكريبسيون في الوصف ديال اللي لتحت ديسكريبشن. وتنطلبكم على انكم هاد النوامر هادو اللي مقيدين في هاد المنشور هذا تعيطوا لهم وتطالبوهم بانهم يسمحوا لاختنا بنتنا المغربيه اللي منا والينا سهام ياح، اللي كانت ترحلات بشكل تعسفي من ماساتشوست بوسطن، وترحلات وخلاوها فرقوها على الابن ديالها بطريقه زعما وحشيه وتعسفيه، ومهما المراسلات درنا ولكن المراسلات الفرديه وداك الشيء ولا كاع 10 الناس 15 الناس ما تاثروش، عددنا حنا هنا كثير. انا نوصل لكم هذا الخبر وهذه النوامر، وراه ماشي ما خليونا من ديك الشغل المغاربه اللي غنحرك على راسي الصداع وداك الشيء، لا راه انا ما فيها حتى حاجه، راه عيطت لهم انا اكثر من 5 المرات في كل نمره، يمكن كون النمره ديالي ولا تطلع عندهم في الكولر اي دي ما يبقاوش يجاوبوني، ما كاين والو، ما يوقع لكم والو، تتعيطوا لهم وتتقول لهم اودي راه خص حشومه هذا الشيء، هذا راه عيب وعار هذا الشيء هذا في الدوله ديال الحق والقانون وهذا الى اخره، ان السيده تتفرق على الابن ديالها بهذه الطريقه هذه، كي انه كاين حل اخر اللي يكون في صالح الدري اولا واللي هو امه تبقى وحده، ويقلبوا على حل اخر اذا كانت كان هناك مخالفه قانونيه، يعني ما عنده ما يضركم. المهم خصكم ديروا هذا لابيل هذا، تعيطوا لذوك النوامر وتعيطوا لهم مره وجوج على الاقل، ديروا واحد العيطه في الاسبوع باش نكونوا ساهمنا في اللقاء مجدد ديال الام مع الابن ديالها. اذا الموضوع ديال اليوم هو مواكبه، لانه نبقاو نجيو ندردشوا شويه وهذا نذكروا شويه.
عندي نقطة ثالثة أخرى اللي غنهضر فيها اليوم هو شوية، وهي أنها ما يمكنش نتجاهل أنه كاين هناك شيء ما تيعجبش مثلا في الحركة بين ضمن التيارات المعارضة، لأن ما كايناش حركة واحدة معارضة هنا، كاين حركات هما كل واحدة وعندها تتبنى فكر معين، ربما يكون الهدف ديالهم هدف واحد وهو تغيير النظام البدائي الفيودالي اللا وطني اللا شعبي، هذا اللي في شخص الملكية تعويضه بنظام الدولة الحداثية الديمقراطية. والبعض اللي ما هذيك الحداثيه ما عندهمش، كاين اللي عندهم غير تيقولوا الدوله الديمقراطيه، كاين اللي تيقول الدوله الاسلاميه، كاين اللي تيقول المهم هما كثار، ولكن كاين ارضيه حد ادنى عندهم اللي هي انهم كلهم يعترفون بانه النظام المخزني الملكي هذا هو نظام متآكل وغير صالح، وانه اثبت التاريخ على انه نظام ما يصلح الناس، وانه حل الوقت فاز، ما راه كما تيقولوا المده الاستهلاكيه ديالو راه فات لعقود والعقود، دابا الناس راهم حاربوه على مدى قرون، على مدى ازيد من 350 عام، ولا الناس تيحاربوه بشتى الطرق، ودائما كان يستنجد بالحمايه الاوروبيه، وتيجيو الدول الاوروبيه وتيقويوها على الناس، لكن اعتقد على ان المجتمع الدولي تغير، وانه مهما كان كاين هذا المد الامبريالي اللي تينهب الناس عن طريق المخططات اقتصاديه كونيه استعماريه غير مباشره، ولكن تتبقى اراده الشعوب محدده. وتنشوفوا انه منذ 1970 تغيرت مجموعه الامور من ناحيه اراده الشعوب، لما الشعوب تتبغي تفرض ذاتها، وعشناها في شخص التبلور ديال الصين كقوه لا مثيل لها، وخروج اليابان من ضربة بالقنبلة الذرية، وطلعت في السبعينات وفي الثمانينات كقوة صناعية خطيرة، لأنه الشعب الياباني أراد ذلك، كما الشعب الصيني أراد أن يطور دولته، ولأنه شفنا الإرادة الشعبية في محطات متعددة فرضت ذاتها. تيبقى انه راه ما كاين حتى شي نظام كوني اللي يقدر يحارب شعب برمته، يقلب على انه يلقى حلفاء من ضمن هذاك الاراده الشعبيه، ايه كاينه، وانا ذاك هذيك تتبقى مسؤوليه الشعوب على انها ما تخليش الناس الغلط هما اللي يتحالفوا مع النظام الكوني. حتى شي دوله دابا تغيرت الامور، حتى شي دوله دابا ما تقدر تعيش في عزله، يعني تجي دير نظام سياسي غير مقبول في العالم كله، غتعيش في عزله والشعب ديالها غيتكرفص وغتبهدل، وغتكون في عوض ما تحقق خطوة إيجابية غتكون حققت خطوة سلبية. خصها تكون جزء من هذه المنظومة الدولية، من هذا العالم هذا اللي داير بينا، ولكن على أسس أقرب للتكافؤ منه، لأنها تكون غي زريبة أخرى تستغلوها الدول الأوروبية من خلال واحد المجموعة الخوانة بحال اللي عندنا هنا في المغرب، اللي هاد الخوانة هما العائلة العلوية وحلفائها من العائلات اللي خلاتها لنا معاهدات اكس ليبان، واللي جابهم لنا نظام الريع والفساد من بعد. اذا هاد الناس هادو اللي كاينين في الخارج، وخاصه تنتكلم على الناس اللي في الخارج، لان الناس اللي في الداخل تيبان لي على انهم ارزن من الناس اللي في الخارج، وخا القمع وخا هذا ما قادرينش يخرجوا فاصا فاص طاي طاي بالعلني كما تنقولوا، ولكن تيبان على انهم ارزن. انا ما اخذت على شي واحد لانني فهمتيني كل عيوبه، وانا براسي راني تندير شي حاجه غلطه اكيد، ما ماشي جاي هنا باش ندير الاب الروحي ولا ندير النصائح، لا، غير حاجه اللي هي معروفه اللي مش انا نعرفوها اليوم ولا انا اللي اخترعتها، وغير تنطلب من هاد الخوت هادو اللي في السوشيال ميديا، لاننا حنا ماشي مناضلين، وانا قلتها كثار من مره مرارا وتكرارا، حنا ماشي مناضلين، حنا تنساهموا في التوعيه. المهم انا تنتكلم على نفسي وسط واحد المجموعه اللي فعلا في هذا الميدان هذا من اجل المساهمه في التوعيه، شويه ديال التحريض اكيد، ولكن التوعيه تنحاولوا نعطيو خطاب الى 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 نديروا نهج شويه تحريضي، ولكن بالتزويد ملي تنعطيو للناس الاليات ديال التحليل والاليات ديال الفكر والاليات ديال هذا، باش ماشي غير نحرضوهم ديال اللي راني تفكرتها غير السيمانه الفايته، هذيك الكلمه ديال تشبلح اللي كنا نقولوا القوانع الكلاب
باش نحرسوهم على الناس. لا لا لا، تنحاولوا نعطيهم افكار اللي غتساعدهم في انهم يفهموا علاش هما خصهم اي ينتفضوا ضد هذا الظلم هذا اللي عايشين فيه هما. وهذا نفس هذا الشيء، هذا كل المحرك ديالو هو ان هذاك الوطن وطننا، مهما نبعدوا منه هذاك الوطن وطننا، وهذوك الناس اهلنا، وهذوك خوتنا وجيراننا وصحابنا والزملاء ديالنا القدام اللي كانوا معنا في المدارس قدام وفي الليسيات وفي الجامعات الى اخره. هذا الشيء علاش عندنا هذه الغيره هذه. المناضلين هما الناس اللي تيخرجوا يطبقوا هذا الشيء من ارض الواقع، من 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 الفكر لارض الواقع. واش حتى حنا الفرصه حنا نساهموا في شي حاجه بحال هكا؟ ما عرفناش، ما عرفناش اش كاين. حنا حتى لا تنظمنا مثلا في الخارج ودرنا تنظيم سياسي مثلا في الخارج ونضنا تنكافحوا، هذاك في حد ذاته حتى هو باقي ما ارتقاش للنضال لاننا خارج البؤره بالعافيه. ولكن تيكون مفيد لان تيكون الصوت ديال المقموعين، داكشي اللي ما تيقدروش يقولوه الناس في الداخل تنقولوه حنا في الخارج. ولكن غير واحد المساله، لان هاد السوشيال ميديا هادي سيفون ذو حدين، خاصه على الناس اللي تيديروا التوعيه. هذاك الالتفاف كاين مجموعه ديال الناس متابعينا ومجموعه ديال الناس فعلا تيكتبوا لنا تعاليق رائعه ومن اخلاقهم، هذيك من اخلاقهم، تيشجعونا تيشجعونا لانهم تلقاو فينا واحد اللسان اللي ربما ما لقاوش في واحد المكان. ولكن حذاري حذاري المجموعه ديال الناس اللي هذاك الشكر اللي يشكرونا فيه الناس ويمجدونا فيه ويقولوا لنا ودي انت صوتنا انت هذا انت هذا، حذاري من انه هذاك يتحول الى بالونات ديال الغرور وبالونات ديال العظمه وداك الشيء. لان بديت تنشوف اكثر من حاله، اكثر من حاله ديال اللي اثر فيهم هادشي السوشيال ميديا، ولاو تيعتقدوا لانهم تيمتلكوا الحقيقه المطلقه، ولاو تيتزايدوا على بعضياتهم فانا هو الواعر، انا لا انا هو الواعر، لا انا هي الواعره، انا هو الواعر، انا درت هذه ودرت هذه ودرت هذه. وهذاك الشيء هذاك، لان الانسان اللي تيدير لراسو قناعاته، ماشي تيديرها باش يبقى يذكرها مره اخرى ولا باش يتباهى بها على واحد اخر. الا واحد مشى في اتجاه منحرف، ما خصناش كلنا نمشيو في الاتجاه المنحرف تاع حنا ونتجروا في ذاك السياق المنحرف، لانهم هاد الناس هادو اللي فعلا زعما تيشكلوا لنا سند معنوي، من اللي تيتصنتوا ومن اللي تيلقاو الصدى بانه راه هذا الشيء اللي تنقولوه، بان ذاك التضحيات اللي قدمنا حنا غير في سياق اننا محرومين ندخلوا لبلادنا ومحرومين نشوفوا عائلاتنا ونحضروا للدفين ديال عائلاتنا والى اخره، والشيء اللي راه ما سهلش، ماشي بحال الشيء اللي يعيشوه المختطفين والمعتقلين وكل تلاوينهم بعيد كل البعد. ولكن حتى هو مضر، حتى هو مضر بالنفسية الانسان، لان الانسان اللي ما يقدرش يسمع امه مريضه ويمشي يجلس حداها حتى هو يطبطب عليها ويشوف اش خصها وداك الشيء، راه عنده واحد الوجع، وجع كبير بزاف ما تيعرفو غير اللي حاس به، غير اللي حاس به، غير اللي دايز منه. راه ملي تيتوفى لك واحد من اقرب المقربين ليك وخاصه الشيبانيين، وما تقدرش تمشي تحضر لهم تيودعوا وتمشي انت تتمشى معاهم في الجنازه ديالهم وتمشي تشوف القبر ديالهم، راه ضرر لا يمكن تصوره، ولكن بعيد كل البعد عن المعاناه اللي تيعانيوها المختطفين والمعتقلين في الغياهب ديال السجون ديال هذا النظام المخزني الرجعي، هذا النظام المخزني الديكتاتور. اذا هاد الخوت هادو تنقول لكم انه راه هاد الشيء هذا ملي تنتغروا ولا ملي تنتنفخوا ولا ملي تنتجروا غير بسبب واحد تنفخ بزاف ولا جوج الناس ولا ثلاثه الناس تنفخوا وبداو تيتعالوا على كل شيء، وتنبقاو حتى حنا تنجيو تنتعالوا عليهم حتى حنا لا انت ماشي انت الواعر انا الواعر انا الواعر، راه شنو تنديروا؟ راه حنا تنكسوا هاد الناس اللي هما واضعين فينا واحد الامل وواضعين فينا واحد شويه ديال الاسبوار، تنكسوهم. لان في عوض ما يشوفونا غاديين في الاتجاه ديال المواكبه ديال القضيه، تيشوفونا تنسبخوا انفسنا عن القضايا، عن القضيه العامه اللي هي القضيه الوطنيه واللي هي قضيه الشعب الواعي والشعب المضطهد اللي عارف راسو مضطهد اللي ما ناقش. الاخرين راه ما لا لا عزاء، لا عزاء لهم عندنا، لانه بنادم اللي باقي تيعيش الملك وتيعيش الخوانه والفاسدين من بعد هذا الشيء اللي وقع كله، من بعد هذه الجرائم اللي ترتكبت في حق المغرب وفي حق الشعب المغربي كله، راه ما عندنا ليه عزاء.
ولكن الناس هادو الناس المزيانين اللي حاطين فينا امل سواء منهم كاين اللي فيهم عايشين في الداخل وكاين اللي فيهم عايشين في الخارج. علاش؟ لانهم يمكن شافونا تنعرفو نوصلوا كلمات الحق تنعرفو حيت كاين واحد الامور اللي ما عندش كل شيء كاين توصل الكلام الشرح الكلام كاين اللي تيفهم كاين اللي تيعرف واكثر منا كلنا مشروكين ولكن ما عندوش الطريقه اللي يقدر يوصل بها. الا جلستي معاه انت غير واحد منك اللي راه يقدر يفيدك داكشي اللي ما تتصوروش. ولكن طالما هاد الناس داروا فينا الثقه هادو نرتقيو حنا خطيونا من نجيو نبقاو نتزايدوا على بعضياتنا. انا هو الواعر انا هو الواعر انا هو الواعر ما عندها حتى محل دابا ما عندها التدور ولا تنفعها الا الاداء تيلي باش نوليو نهضروا على امور كاع في الوعوريه بامور اللي ما عندها حتى علاقه مع النضال. ما بقينا هنا هذا ما لان نفضلوا نوعيو. هذا راه غير ما مريت على هذا الشيء هذا زعما راه ماشي جاي انا نبان انا هو الواعر ولكن ما تيبغيو شي ناس يشرحوا. لا انا نعطي فكرتي هي هذه فكرتي هو انه خطاونا من انا الواعر من انا الواعر انا الواعر علينا نخدموا كل واحد يخدم بطريقته وكل مجموعه تتفاهم بيناتها تخدم بطريقتها الى حين نتلاقاو. لانه الى قلنا من راسنا من هاد المزايدات وهذا هذا وعرف مشينا في الاتجاه الصحيح ما خليناش راسنا نتجروا في الاتجاهات الغلطه. لان ما نجروش واحد قرر على انه ما يبقاش في النضال ويجرنا معاه والاخر قرر على انه ما يمشي لشي جهه ويجرنا معاه. ما خليوش هذا الشيء يوقع. واكيد ان هذه المجموعات مهما اختلفنا غنبقاو غاديين حتى نلقاو راسنا تقربوا لبعضياتنا ونقربوا لبعضياتنا واحد الوقت وغنتجاوزوا الامور اللي نقدروا ناجلوها حتى من بعد نحقوا نبداو نحقوا نتائج مزيانه وحتى لذاك الوقت نكونوا ارتقينا نوليو نعرفوا حتى الاختلاف نعرفوا نختلفوا بيناتنا في عوض ما نبقاو نصبوا ونعرقوا في بعضياتنا نعرفوا نختلفوا. لانه المشكل هو انه الهاجس والهوس ديال العظمه شنو تيوقع لك هو ما تبقاش تقبل شي واحد يختلف معك. اللي يختلف معك كله راه اما غلط يا اما خائن يا اما هذا. وهذا هو الشيء اللي ماشي صحيح وهذا هو الشيء اللي ما خصوش يكون خاصه عند الناس كسبوا ثقة عند مجموعة ديال الناس من الشرائح ومن الفئات المختلفة ديال 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 الشعب المغربي سواء في داخل الوطن سواء خارجه. هذه النقطة غادي نطويها ونسدها. نقطة أخرى بغيت نتكلم عليها اليوم بما أنني هذا الفيديو ديال اليوم هذا دايرو هاي كمجموعة النقاط غنهضر فيها هو الألتراس ديال الكرة اللي بغيت نتكلم عليها شحال هذه ولكن ما جاتش الفرصة. مجموعة الناس ادريساو هاد المسألة بالألتراس وكانوا مشكورين ولكن حاجة اللي مهمة هي أننا نوضحوها مع أولا مثلا الجمهور ديال الرجاء الرجاء العظيمة وكل فرق المغرب سواسية. لأنني أنا ما مشيش إنسان متبع الكرة زعما اللي تنتبع الفراقي وتنتفرج في الكرة لا بارسا لا والو ما تنتفرج حتى في شي حاجة قليل فاش مرة نتفرج في واحد شوية ندير واحد بين نتفرج واحد شوية شي ماتش نلقاه غير بالصدفة نتفرج فيه واحد 10 دقائق رغم أنني لعبت كرة في صغري وولاد بلادي راهم كاين منهم اللي حاضرين في هاد القناة تيعرفوني لعبت كرة لعبت كرة مزيان ماشي اي هو تنحاول نخلي الوقت الاخر ديالي الى نبغي كره نمشي نلعبها وداك الشيء الوقت ديالي الاخر الى تفرجت شي شويه نخليه ندير امور اخرى اللي غتنفعني انا وغتنفع وليداتي وداك الشيء الى اخره. الجمهور الرجاء دار شعار رائع وانتشر ومشى وتغنى وداروا عليه اقتباسات مثلا في الدول الشرق الاوساط وداروا عليه اقتباسات المهم انتشر في العالم اصبح شعار هذا ظلموني في بلادي وظلموني شعار اكتسح العالم نقول. الوداد البيضاوي الفريق الرائع كذلك حتى هو دار شعار مديني فيه لغه باينه كتبوه ناس فاهمين في السياسه الى اخره وشعار رائع حسنيه اكادير كذلك والمغرب الفاسي عندهم الشعار ربما علي يعني ان الالتراس هادو اللي تيبغيو يخنقوهم دائما في شغل زعما راهم الفوضويين وداك الشيء لا فاهمين الناس وعارفين بان المغرب خصو بزاف خصو يتغير وكلشي تيعرف على ان التغيير هذا راه ما يمكنش يكون غير بصلاح فيس ولا بدل بولا ولا بدل الخيط ولا بدل واحد الفيوز لا خصك تبدل القلب الجوهر يعني بحال عندك شي طوموبيله الموتور ديالها مات في مره تيخصك تبدلها الموتور كله راه تعيا تجيب في البيستونات وتعيا تجيب في الفالفات وتجيب في الكادنات ما ينفعو حتى شي حاجه خصك تبدل الموتور كله يعني راه خصها الريجيم هذا النظام السياسي يتبدل. ولكن دابا مثلا هاد الألتراس هادو في التيران
احتيران اسبوعه الشعارات اسبوعه زعما داك الشعارات المصيبه كحال تنظرش انه الجمهور الرجاء خلعهم بداو تيدخلوا وسطو داك الشيء ديال الخوا الخاوي فهمتيني بحال اللافته تتعلق نقتل اليهود ما نقتل اليهود اصلا مشكلتك ماشي مع اليهود راه مع الصهيون واللي محمد السادس وبا الحسن الثاني احد خدامهم واللي العائله الوهابيه في السعوديه راهم جزء مهم في الصهيونيه والملكيه في الاردن الى اخره هادو راه ماشي يهود في العقيده ديالهم ولكن راهم صهيونيين هذيك اللافته اللي دخلوا لكم وتكتبوا فيها في التيران الكره اليهود قتلوا اليهود باش نهروا القدس هذيك باش تبقى وثيقه دوليه عليكم باش نهار تيشدوكم تيعطيوكم ملخه تيقول لك راه لقينا وسطهم خليه ارهابيه ما تخليوش بحال داك الشيء يدخل وسطكم نصيحه ركزوا على بلادكم ركزوا على بلادكم ما فيكم لا تحروا لا قدس لا تحروا لا الجزائر ما تحروا لا تونس حاولوا تحروا المغرب حاولوا ديروا شي حاجه لبلادكم الوطن ديالكم وما ديروهاش غير وسط التيران وبالاغاني لان كيف يعقل على جمهورين قدهم قد الخلا بحال الرجاء وبحال الوداد والشعارات الضخمه ويطردوا الناس من المساكن ديالهم ويتهرسوا الديور على ريوسهم ويتعتقلوا الناس من ديورهم ويروجوا البلطجه ويقرقوا بدون ما هاد الألتراس هادو يساندوا هاد الشعب هذا بالقوه ديالهم وبهادشي اللي عرفوه اللي وصلهم على انهم يديروا اغاني بحال داك النوع اما انا كان غير اجي وغنيو في التيران وفكوها بحال دوك المسيرات ديال النهار لحد اجي دير مسيره نهار لحد وسير دخل لدارك دابا وتسنى واحد 6 شهور اخرى عاد باش يدير المسيره لا ما مسلكاش مع احترامي لكم ومع احترامي للحب ديالكم للكره ولفراقكم الا كان هكاك غير ديروا اغنيه على الفرقه رجعوا لديك الاغنيه ديال خضراء خضراء ولا حمراء حمراء ولا ما عرفش شنو هي وهذا ولا الترا ايمازيغن ما تغنيوش على القضايا السياسيه في التيران اللي كنتو تغنيو عليها غير في التيران وملي تخرجوا من التيران صافي ما بقاتش بحال ما سالينا وسد مول الحانوت وصافي وفضينا هاد الحريره التحموا بالشعب بما انكم ناس منظمين وتتلاقاو وتتشافوا وقدرتوا تحفظوا اغنيه في دقه واحده وتغنيوها بنفس اللحن ونفس الوتيره وتتفقوا عليها وتهزوا التونيات وتغوتوا عليها ديروها نقلوا هذاك الشيء اللي تيوقع في التيران نقلوه للشارع خرجوا ساندوا الاساتذه اللي تكشطوا خرجوا ساندوا الناس اللي تشردوا وباتوا في الزناقي خرجوا ساندوا الناس ديال اللي تيطالبوا بالشغل خرجوا ساندوا الطلبه اللي تيطالبوا بالتعليم ديمقراطي تعليم لكاع الناس والمنح ترجعوا وما كاينش بنود الطرد خرجوا طالبوا خرجوا ساندوا هاد الناس هادو ما تبقاوش غير تسنى ما تبقاوش غير العالم تسنى هذاك النهار لحد في تيران الكره نخوي فيه المزيوده وظلموني في بلادي ونرجع لداري عاوتاني وترجع للحياه كما هي وتنتسنى لحد الجاي ما عندها حتى معنى ما عندها حتى معنى تتكون كيكون تناقض ما بين الفعل ديال هذا الجمهور والمستوى ديال الاغنيه المستوى ديال الاغنيه هنا والفعل ديال الجمهور راه هنا ما كاين والو الاغنيه منفوخه والدور في الشارع ما كاين شيء واحترموا مني هذه وتقبلوها مني راه ماشي معيار هذا هذه راه مساهمه مني باش نحيدوا هذه المغالطات هذا اذا الى حين اننا نوعوا كلنا واننا نعرفوا بان كلنا عندنا دور في تحرير الوطن ونحروا هذا الوطن هذا ونحروا كاع الشعب المغربي اللي دائما تنقولها كلهم رهائن في هذاك ومعتقلين في ذاك الوطن ونسترجعوا ولادنا وبناتنا اللي تختطفوا منا وردوا الاعتبار للشهداء ديال الوطن المغربي والتاريخ ديال المغرب تنتمنى هذا الكلام اللي قلته اليوم يكون تقبل بروح عقلانيه وشويه كما تيقولوا الروح الرياضيه ماشي غير اللي قال لي شي حاجه ما طغى عليا ولا ما نجرش في الاسلوب الغوغائي المعيار والسبان والمعاطية ما عنديش ليهم بلاصه في الحياه ديالي ملي تنبغي نخوي الغدايد ديالي تنمشي للصال وتنبقى نخبط في داك الكيلوات نتنافس معاهم نتعافر معاهم تنجي منها تما مفشوش حتى ولادي ما تنغوتش عليهم حتى ولادي ما تنغوتش عليهم تنجي هو هذاك مهدود من الخدمه وسير للصال اجي رجع مهدود اذا هذا راه ما نجروش في هذا الشيء مهما حاول المخزن ومهما حاولوا البياضيق ديال المخزن كلهم يجرونا لهذا الوحل هذا تحياتي لكم وتحيه نضاليه للجميع والمزيد من الصمود والمزيد من النضال تحياتي لكم.